واش عمرك صدفتي انك كنتي كتدوي مع شي صاحبك على شي هاتف او جهاز وملي دخلتي الفيسبوك تفاجئتي بالاشهار ديالو بحال الا كان شي شخص ثالث كيتصنت عليكم ومشى دار اشهار لداكشي اللي سمع؟ هادشي غيجيك بحال شي فيلم ديال الجاسوسيه ودور الجاسوس هنا لعبوا الفيسبوك كيعرف ادق التفاصيل عليك فين كتمشي اش كيعجبك اش ما كيعجبكش ويقدر يقاد نسخة عليك بأدق التفاصيل حتى اللي انت نسيتيها بكل بساطة حيث هو ما كينساش. اذا مرحبا بكم في عالم الفيسبوك المخيف. في عام 2019 غرموا فيسبوك بخمسة ديال الملايير الدولار بسبب فضيحة كبيرة بحيث لعب الفيسبوك دور كبير في تغيير توجيه المصوتين بشكل غير مباشر باش يصوتوا على ترامب. والخطأ هو أن هاد الناس اللي صوتوا بحال إلا كانوا منومين مغناطيسيا وما عارفينش باللي تم توجيه ديالهم. والمشارك الرئيسي في هاد الفضيحة هي شركة الاسم ديالها كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات بريطانية متورطة في العديد من الفضائح حول العالم. والخطير في الموضوع هو أن جميع مستخدمي الفيسبوك كتعتبرهم هاد الشركة عبارة عن دمية سهل السيطرة عليها وتوجيهها كيف ما بغات. والطريقة اللي كتسهل عليها هذه العملية هو سهولة الوصول إلى المعلومات ديالك حتى الشخصية منها عن طريق بعض الخدع كالألعاب اللي كتعرض عليك يوميا في الحساب ديالك في فيسبوك، وبعض الأمثلة منها تعرف على الشبيه ديالك من الممثلين أو كيف سوف يصبح شكلك في سن الخمسين وغيرها من الألعاب المثيرة اللي كيف كتشوف العنوان ديالها كتجذبك انك تدخل وتشارك فيها. ومباشره بعد اختيارك لهذا اللعب كتعطيها الصلاحيه باش توصل لجميع البيانات الخاصه بك، صور، موقع، جهاز الاتصال، ميكروفون، كاميرا والعديد من الصلاحيات الاخرى اللي كتخليك كتاب مفتوح للجميع. وفي بعض الحالات تقدر تجسس على حتى الدردشه ديالك مع الاصدقاء ديالك في فيسبوك والمواضيع اللي كتهضروا فيهم وتعرف الاهتمامات ديالكم وتعرضها لك على شكل اعلانات في الحساب ديالك. وفي هذه الحاله تقدر تجاهل الاعلان الاول والاعلان الثاني، لكن 100% غادي يعجبك شي اعلان وغادي يجرك باش تدخل تشوف، وهنا غتكون تعرضتي لتوجيه ممنهج بلا ما تشعر. وبالرغم من هذه الاتهامات الموجهه للفيسبوك فاداره الفيسبوك كتنفي جميع التهم جمله وتفصيل، بالرغم من ان الخبراء يؤكدون باللي الشركه تقوم بالتجسس على المستخدمين ديالها. اذا اخواني مرحبا بكم في العاب العقل وفي مستقبل ما عارفينش اش مخبي للناس. فمزيدا من الحذر اصدقائي وحاولوا تنقصوا شويه من هاد وسائل التواصل الاجتماعيه لانها فعلا اصبحت خراب اجتماعي بدل ما تكون تواصل اجتماعي. وبغيتكم خوتي تشاركوا معايا في واحد الاستطلاع الراي باش ناكدوا فعلا هاد المزاعم وهاد التجسس اللي كيقوم به الفيسبوك علينا وتعطينا بعض التجارب اللي مريتو منها واللي فعلا كتاكد هاد الهضره اللي قلنا في الفيديو. اذا خوتي الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء المهتمين والمقربين لكم باش نحاولوا نوعيو بعضياتنا وما نكونوش سلعه في هاد الناس هادو اللي كيحاولوا يخربوا اي حاجه زوينه. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، إذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا أول بأول.